مشاهدينا الكرام مستمعينا في كل مكان، ينطلق شوط وينتهي شوط، ولكن تبقى الفعاليات دائما في كل شوط من خلال منافساتها وتحدياتها. ننطلق مع الأبكار المحليات الأصايل، ولا زلنا ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين بهذه الأعداد الكبيرة والمميزة التي تخطو خطوات الثبات بشعاراتها ومشاركاتها مع هذه الانطلاقات الأصيلة والجميلة. نذهب بحضراتكم إلى ما يدور من تحدي ومنافسة وانطلاق إلى المقدمة حيث البداية. شعار بن غدير يتقدم وها هي تذهب رذاذة إلى صدارة هذا الشوط. علي بن راشد بن حمد بن غدير يقدم رذاذة على المقدمة وعلى الانتصار الأول. أما المركز الثاني فهناك تواجد من قبل مطيلة ليابر بن راشد بن محمد الهايري محتلا المركز الثاني. المركز الثالث انتقل إلى تواجد طرفاشة تعود ملكيتها لمحمد بن خليفة بالجافلة، يتواجد بالجافلة وبن درويش على المركز الرابع. المركز الرابع الآن وصل شعار اليبهوني مع هذه الطيارة وهذه بصمة مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري، بينما شعار بن حادة بنايف يتقدم مع مغترة، وصلت خلت المركز الخامس لمالكها سعيد بن سالم بن مطر بن حادة الاجتبي، والمركز الخامس أو السادس في هذه اللحظة. نتابع مهابة علي بن محمد بن حريك المنهالي على سادس المراكز، بينما المركز السابع شعار العرياني يتدخل بالمركز السابع في هذه اللحظات. وهذه وصلت الشاهينية حميد بن راشد بن عدي الاكتبي المركز الثامن. المركز الثامن هامة عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي على ثامن المراكز. المركز التاسع وصلت هملولة لحمدان بن مسيحد بن خالد المنصوري، بينما المركز العاشر هنا حضور خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي ياتينا على المركز العاشر. ها هي النتيجة لمراكزنا المتقدمة مشاهدينا الكرام في مراكزنا القادمة والحاضرة في تحدي هذا اللقاء، في تحدي هذه المنافسة. ولكن عودة إلى الصراع، عودة إلى الهايري لا زال مسيطر في مقدمة الشوط بعدما قدم مطيلة على مقدمة الشوط، لكن عادت في هذه اللحظات مغترة. وصلت خذت المركز الأول لسعيد بن سالم بن مطر بن حادة الاجتبي، وصل خذ المركز الأول، بينما مطيلة في المركز الثاني. يابر بن محمد بن راشد الهاجري محتل المركز الثاني. شوف المركز الثالث بدأ التسلل في هذه اللحظات من قبل الوجود من مهابة علي بن محمد بن حريك المنهالي. وصل الراشدي، وصل الحوز مع تواجد هامة عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي، خذ المركز الرابع. أما المركز الخامس فطيارة اليابوني تحضر من خلال هذه اللحظات بوجود بصمة مطر بن سهيل بن علي اليابوني، ياتي على المركز الخامس. المركز السادس يا بن حليس حيث حضرت حضور خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي، واصل على المركز السادس. المركز السابع هناك تواجد من شعار بن مساعد وهذه هملولة حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري، وصل خذ المركز السابع. المركز الثامن بن غالب هنا ياتي بوجود الغزالية سالم بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الثامن. المركز التاسع الشاهينية حميد بن راشد بن عدي الاكتبي، والمركز التاسع والعاشر هذه اللي وصلت في المركز العاشر غبة حمد بن سيف بن فالح الشاهيني
الخامسي وصل، خذ المركز العاشر. هذه العشر الأسماء، هذه العشر الأسماء يا بن فالح. بينما نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، والكل يعني يريد الانتصار في هذه وفي هذا المهرجان، لكن مهابة مهابة هي المسيطرة، هي على البوابة. هذه مهابة في مقدمة الشوط، علي بن محمد بن حريق المنهالي، يا سلام. أهالي الوقن، أهالي المصانع الجنوبية، أهالي المصانع الجنوبية، أهالي الوقن هالفن. بينما الراشدي واصل الحوز، واصل الحوز، خذ المركز الثاني. أهالي مغافة وحواليها، هناك عبد الله بن محمد الراشدي في آخر تمهيدي على أرضية ميدان المرموم، سجل حضوره وبصماته. بينما اليبوني يقدم بصمة، مطر بن سهيل بن علي اليبوني بن حليس يحضر مع حضور بن حليس، خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي، وكذلك القادمة. شوفوا مصيحة عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي، واصل، خذ المركز الخامس. لكن يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، حركوا حركوا حركوا. اللحظات الأخيرة، بن حليس روح، بن حليس روح، نشر عنهم منشار، نشر عنهم منشار، يبغي ينشر عنه للهير للهير للهير. لكن شوف الله، أهالي الرقيعات ما عطوه، ما عطوه درب. روح الدرعي، روح، روح بن فارس الدرعي، روح. هذا مشاهدينا الأعزاء على مقدمة الشوط، يا سلام، يا مصيحة مصيحة. عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي يفوز، ينجز يهدي الفوز الى اهالي القوعه. المركز الثاني، هذه الشهامه سعيد بن راشد بالعامري الاكتبي، لكن يا ينك شعار وصلاوي اخر، هذه الشاهينيه، صالح بن مغيث بن طاسه العامري، يا سلام. العين العين العين، اهالي القوعه، اهالي زاخر، اهالي القوعه، اهالي زاخر، ولكن اهالي القوعه الاقرب يا بن فارس. روح الدرعي، روح مع مصيحه مصيحه. عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي تانينا والناموسة على هذا الفوز والانتصار، مصيحة صيحت في الجميع وانتزعت الناموسة. المركز الثاني الشاهينية لصالح بن بغيت بن طاس العامري، حل في المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث الشهامة سعيد بن راشد بن عامري الاكتبي، والمركز الرابع هنا وصول من قبل مذيار راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، وسادس او خامس المراكز بمزون محمد بن سالم بن صباح العفاري. 7:31 اربع اجزاء من الثانية هو توقيت هذا الشوط مع مصيحة، حيث حلت المركز الاول. تانينا المالكة عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي، تانينا لهالي العين وهالي القوع. المركز الثاني 7:32 ثاني بالوهو التمام، حيث قدم الشاهينية بن طاسة صالح بن بخيت بن طاسة العامري، تانينا كذلك والناموس على الفوز بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فكان الوجود بهذا التنافس الكبير والتحدي المثير مع شعار بالعامري، 7:32 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تانينا سعيد بن راشد بالعامري الاكتبي على فوز الشهامة، حيث حلت بالمركز المركز الثالث في هذا اللقاء من خلال الانتصار والتحدي.